بسم الله الرحمن الرحيم. المدينة المنورة للاستثمار الزراعي والعقاري بتعرض عرض محترم النهارده. شركة مساهمة البحيرة الكيلو 71، قطعة أرض 20 فدان محترمة. المزرعة حضرتك أرض رملية، المياه البحيرة حضرتك زي ما أنت شايف، هاي هاي 20 فدان أرض رملية حضرتك زي ما أنت شايف. جميع السكك حضرتك محتاطة بنخل، جميع السكك حضرتك محتاطة بنخل، قطعة أرض رملية حضرتك. الأرض 20 فدان وفريح منها 10 عند الجار، لو يلزموك ال10 يبقوا 30 فدان. 20 فدان زي ما أنت شايف حضرتك كده، شايف الجزيرة اللي أنا واقف فيها دي؟ جزيرة، جزيرة حضرتك، شايف النخلة حضرتك على جميع السكك. الأرض فيها حوالي 280 نخلة، 280 نخلة على جميع السكك حضرتك، مفيش مكان في الأرض فاضي. الارض حضرتك بسم الله ما شاء الله ارض رمليه، فهمت ازاي حضرتك؟ المكان مكان محترم في الكيلو 71، في الكيلو 71 ده حضرتك اهي، عامل حضرتك ايه بحيره سمك اهي، ماشي حضرتك. المكان اللهم صل على سيدنا محمد. قطعه ارض 20 فدان ارض رمليه في الكيلو 71، طريق مصر اسكندريه الصحراوي، مدينة النابورية بحيري، مدينة النابورية بحيري، زي ما انت شايف حضرتك ارض هاي بسم الله ما شاء الله. الارض عليها ساكن حضرتك مهمل، الكهرباء على راس الارض، الكهرباء على راس الارض زي ما انت شايف كده. الارض مزروعة كوسة حضرتك، هاي شايف حضرتك بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. حاجة تفرح، أرض رملية حضرتك زي ما أنت شايف. أي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. قطعة أرض زي ما أنت شايف حضرتك. شايف حضرتك المباني فرح الأرض؟ أهي. بنقول لحضرتك قطعة أرض جزيرة، أنت بينك وبين الصحراوي، أنت في الأرض الصحراوي قدام منك. حضرتك أهو. انا كده ده المباني اللي قدامك دي كوبري ال 71، المباني اللي قدامك دي اللي في الصوره دي في كوبري ال 71 جوار بكوبري 71. الارض اهي اهي الارض حضرتك قطعه ارض محترمه بسم الله ما شاء الله. المدينه المنوره للاستثمار الزراعي والعقاري ما بتقدم كل يوم عرض محترم. العرض ده عرض محترم للناس اللي عاوزه تعمل حته ارض محترمه، ارض رمليه على مصرف صرف مساحتها 20 فدان، فرح منك 10 فدادين كمان اللي عاوز تضم لهم المساحه بمعاد 30 فدان، انت تعتبر نفسك على الصحراوي. قطعه ارض رمليه محترمه، ابو مشعل ما بنزلش الا احسن ارض. حضرتك جميع المباني اللي انت شايفها ديت في الارض، يعني حضرتك محتاج شويه ترميم وتظبط المباني اللي شايفها حضرتك اهي. اهي دي حضرتك شقة، دي حضرتك شقة اهي اهي ماشي ماشي اهي، وحضرتك تاني اهي شقة تانية حضرتك اهي اهي. مباني حضرتك كلها عايزة تترمم زي ما انت شايف اهي بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ده حضرتك حظيرة مواشي اهي، قطعة أرض محترمة في مكان محترم زي ما انت شايف. الأرض حضرتك محتاطة بجزور بنخل على جميع السكك، قطعة أرض محترمة. رقم الهاتف 0196-51-811. قطعة أرض بيع وشراء على طريق ال 71، طريق مسك اسكندرية الصحراوي. الأرض غرب الطريق حضرتك، الأرض غرب الطريق زي ما أنت شايف حضرتك كده أهي. الأرض جيران الأرض أهي حضرتك، دي جيران الأرض حضرتك أهو، أدي الحاجات دي عند الجارة. اه شايف شايف حضرتك شايف البرج دي فيلا اهي اهي اهي، فريحك فريح الارض، مجاوره الارض،
المباني دي حضرتك بجور الارض، ده السكه العموميه حضرتك اللي بتطلعك على 71، حاجه محترمه، مكان محترم، ارض رمليه زي ما انت شايف المنظر على الطبيعه حضرتك اهو، قطعه ارض محترمه. يا رب تجعلنا عند حسن ظن الناس المحترم اللي بتتابعنا كل يوم، تحياتي لكل المصريين داخل مصر وخارج مصر، وجه قبل تمن وجه بحرك تمن، جميع محافظات مصر المتابعين لعبد العاطي مشعل تبع المدينه المنوره فوق راسي من فوق، تحياتي لكل المصريين.